أكد وكيل وزير الهجرة والمهجرين كريم النوري أن العراق ألغى تماماً موضوع نقل مخيم الهول الذي يضم أسر داعش الإرهابي من سوريا إلى محافظة نينوى. وقال النوري إن الوزارة سلمت مخيم الكساك في نينوى لوزارة الدفاع، الذي كان من المؤمل أن يستقبل النازحين العراقيين في مخيم الهول بسوريا وأغلبهم من أسر داعش، مبينا أن وزارة الدفاع ستقوم بتحويل المخيم إلى معسكر أو ثكنة عسكرية بعد إلغاء الفكرة بشكل تام واعتراض بعض الأطراف.